السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوق واقف. اليوم موجودين احنا في سوق الحرف. اليوم حلقتنا إن شاء الله أنها تعجبكم، إن شاء الله أنها تكون مميزة بفضل الله، ثم دعاويكم وضيوفنا اللي راح يكونون ويانا اليوم. يقولون من غاب عن عيني سهى عن بالي، اليوم إن شاء الله هو غايب عن عيني لكن موجود في قلبي، أخوي بصقر الله يمسيه بالخير راح الشمال وقال لي معزوم على صافي. نقول لك يا ألف العافية أبو صقر، والله يحفظك. اليوم يومك، وأنا مثل ما يقولون لا خلا ولا عدم، لكن شو أسوي، لا حول ولا قوة، ما أقدر أطير بجناح واحد، لازم جناحين. اليوم مقصوص الجناح، لكن ما عليش، وياي أخو عزيز وغالي مثلكم وشرواكم إن شاء الله. ضيف اليوم طبعا سامي عبد المحسن الحواج. سامي الله يمسيك بالخير. مساك الله بالنور، حالك الله يجمع حالك، الله يرحم والديك طول عمرك، امورنا كلها طيبه، الله يرحم والديك. نبغيك تعاوننا وتساعد ضيوفك ومشاهدينك، محتاجينك ترى وايد. انا ابو صقر كله في البحر صحيح. نقطم، احنا ما نبي نقطع حد في البحر ما دامك موجود. حاشا حاشا، لا ان شاء الله كلنا سالمين ان شاء الله. مشاهدينا خلوني اعطيكم فكره سريعه عن برنامج سوق واقف مثل ما تعودتوا عليه. طبعا اسئلتنا وكل سؤال بألف، كل سؤال ب500 ما عدا السؤال الذهبي ب1500، وعندكم مسابقه الانستغرام هذه لا تنسونها. طبعا هي هاشتاج عكس تاي، هاي العكس اهم شيء، هاشتاج برنامج سوق واقف. لا تنسون اخذوا اي صوره من سوق واقف، تعالوا الحواج اخذوا اي صوره من سوق واقف، والله ما شاء الله فيه كل مكان، كل زاويه لها تاريخ ولها اثر ولها صوره حلوه. على العموم ما ابي اطول عليكم، لا تنسون الفقره الثانيه عندنا السؤال السريع، كل سؤال ب500، اقصد اول سؤال ب500 والباقي 250، والجائزه 1500 تستاهلون. هذه جوائزنا. البدايه نقول بسم الله توكلنا على الله. المثل يقول عتيق الصوف والتكملة عندكم، عتيق الصوف والتكملة عندكم، بيساعدكم بحسن بس مو بحين، بعدين إن شاء الله. السؤال الذهبي قيمته 1500، السؤال الذهبي قيمته 1500، والسؤال هذه اختاره أخوي بحسن، وإن شاء الله يقول سهل بالنسبة له، بالنسبة لي أنا والله أنا أشوف أنه صعب، لكن إن شاء الله أنتم قدها. الإجابة على السؤال آخر الحلقة، الله يخليكم، آخر الحلقة آخر ربع ساعة اتصلوا على السؤال الذهبي. السؤال يقول كم مرحلة يمر بها صناعة البشت، كم مرحلة يمر فيها عملية البشت علشان أسوي بشت كامل ويكون جاهز حق العيد، حق العرس، حق المناسبات، حق كل شيء. نعم. كم مرحلة يمر عليها طبعا، والسؤال موجود عندكم، هذا السؤال على الشاشة معروض لكم. لا تنسون بين 60 قوس 5 4 1 8 1، 5 4 1 8 1، والله اني اعلنت وموجود على الشاشة 5 4 1 8 1. تعرف شنو ذي ابو حسن؟ لا والله يسلمك، هاي رقم البرنامج صار. نعم. اللي بيتصل الحين اذا اتصلوا لك إيه؟ ما راح يلقون خط، يتصلون لي ما يلقون خط، يتصلوا على البرنامج 5 4 1 8 1. المثل يقول عتيق الصوف والتكمله عندكم، السؤال الذهبي مثل ما قلنا لكم، واحنا جاهزين وحسن جاهز، امورك طيبه. نعم. ما نبي حد يطب البحر. واول المتصلين اختنا نوره. نوره السلام عليك، وين نوره يا جماعه؟ السلام عليكم نوره. الو نوره السلام عليك، شلونك؟ الو السلام عليكم يا نوره. عليكم السلام. قولي لي، المثل يقول عتيق الصوف ولا جديد البريسم
ولا جديد لبريسن. عدل. ايش رايك؟ عدل. 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 تستاهلين هذه البداية. مبروك عليك، تستاهلين 500 ريال. الله يبارك لك. الحمد لله البداية طيبة، وإحنا جاهزين طبعا بناخذ ونعطي. قبل أن نبدأ، وإحنا بدأنا في المثل طبعا بحسن، أول شيء كلمني عن محل الحواج. نعم. ومن كم سنة وشلون أنت حبيته وأخوانك، ومن وين تعلمت؟ صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك وأشكر قناة الريان اللي أتاحت لنا هالفرصة أن احنا نشترك مع الجمهور ونشارك معهم تجربتنا، خصوصا تجربتي الشخصية في مجال البشوت. طبعا مؤسسة الحواج البشوت تاريخها قديم مع البشوت، وخصوصا محلنا في دولة قطر أسس سيدي الله يرحمه المرحوم علي الحواج سنة 1951. يعني 1951، يعني الكلام حوالي 1951. نعم، بدأ فيه هني. كان بدأ أول شيء تجارة البشوت في الستينات السبعينات، بدينا نخيط البشوت هني في الدوحة في ريج الغانم، كانوا يجونا المخايطة ونخيط البشوت. بعدين جات فترة السبعينات والثمانينات كان في ركود، رجعنا مرة ثانية لتجارة البشوت. الآن والحمد لله بفضل الدعم الكريم من القيادة الحكيمة وبالذات من مكتب الهندسي الخاص، قدرنا نرجع الحرفة هذه إلى قطر مرة ثانية، وبدينا نصنع البش الإلكتري من أي توزيع. نعم. صراحة يعني أنا أقول بيض الله وجهك ووجه كل القائمين، وخاصة المكتب الهندسي. نعم. ما شاء الله عليك. أشهد. أنت تمسكت بالحرفة ابن عن جد. صادق. وما شاء الله يعني يدك قبل وبعدين الوالد الله يرحمه، الله يغفر لهم إن شاء الله. نعم. وبعدين أنت وأخوك ما شاء الله. نعم. الله يعطيكم طول. نعم. العمر الله يحفظك. قبل لا نبدأ بعد مثل ما نقول في الأسئلة وياك. صادق. شنو أهدافك؟ شنو أمنيتك؟ شنو اللي تتمناه غير يعني أنت حين الحمد لله مسيطر على هذه؟ إنزين اللي طول العمر هي المهنة البشوت أدين لها بعد فضل بعد الله تعالى، أنها هي لولاها ما كان ما وصلنا حال المستوى للتعليم والمستوى هذا. مهنة أفتخر فيها بفضلها وثم فضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نوصل المواصيل. أمنيتي أن الشغلة هذه ودي ترجع مرة ثانية ونوطنها مرة ثانية، أنها تصنع بأيادي وطنية بأيادي محلية. وممكن هاي ما أستبعد هالشيء، يعني إحنا كنا فترة التأسيس عدينا مرحلة التأسيس. أمنية حلم عندي أن أنا أقدر أعلم بناتنا أو أولادنا اللي عنده الرغبة اللي أن إحنا نوطن هالصنعة، لأنها هي حرفة وفيها فن وجزء يعني لازم تكون موجودة في الشخص. يعني كم من 100 شخص نحصل 10. ما شاء الله. واسمح لي أضيف لك هالنقطة، شفت واحد من الشيبان يقول لي أبوي الله يرحمه كان أحسن واحد يسوي البروج المرحلة الأخيرة، حاول يعلمني ولا قدر. فتخيل إذا الأب يحاول يعلم ولده ما يقدر، لأنه ما كان عنده القدر على استيعاب هالشغلة. هي مو بسهلة شغلة تعلم الصبر وغيره، لكن إذا أتقنته أولاً تكون مصدر دخل، وثانياً شغلة حلوة شغلة تفتخر فيها. وانت حبيتها ما شاء الله عليك. طبعاً أنا معاها من 40 سنة يعني مع الشغلة هذه ما شاء الله. ما مارست العمل اليدوي بيدي. نعم. لأن أبي رحمه يقول أدرس ذيك الأيام أيام الدراسة وهذه، لكن أعرفه وأعرف أنواعها وأمارس عليها، والحمد لله الحين صار لنا سنتين. على فكرة مشاهدينا يقول أبو حسن كل ما قلت حق أبوي الله يغفر له الله يرحمه، يقول كل ما قلت له أبي أتعلم يقول أدرس يا ولدي أدرس. وفعلا الدراسة، والحين ما شاء الله وين وصلت الدراسة؟ الحين الحمد لله بكالوريوس هندسة وماجستير إدارة أعمال. يعني الوالد الله يغفر. نعم. له. نعم. إن شاء الله الحمد لله كان راضي علي الله يرحمه والحمد لله. وهذا رد الجميل له أن أنا هالحرفة هذه اللي هو ورثها من أبا أنا أستمر فيها وأعلمها أولادي إن شاء الله. الحين قاعد أخليهم يتمسكون فيها أكثر وأكثر. أنك تعلمت. نعم. وفي نفس الوقت أنا نسيت الشغلة أبدا لا معاها. إحنا هذه اللي نبغيه. صادق. هاي اللي نبغيه. صادق. زين احنا طبعا اسئلتنا راح تكون نفس المحل وعلى هذه الاسئله. نعم. وناخذ وياك وبنعطي ان شاء الله. ابشر. وبعدين بنرجع، بس خلنا ناخذ فاصل صغير وبنرجع. ابشر. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لكم، لا تروحون بعيد. ح
حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم. طبعا لا تنسون ان احنا موجودين في وسط سوق واقف وفي المحلات، واحنا كل محل نجيه نقول حق راعي المحل وصاحب المحل والمالك نقول له خل الامور طيبه وخل كل الناس يترزقون وخل كل واحد يشتري، لا توقف، ما عندنا مشكله، لا احنا نبي نقطع رزقك ولا نبي الضيف اللي يجي يزعل ويقول والله انا لقيت عندهم تصوير، ايش رايك ابو حسن؟ عدل، ما قلت الا العدل، عدل خلهم يستانسون. عدل. عموما مشاهدينا ما نبي نطول عليكم، اول سؤال طبعا احنا قلنا السؤال المثل وقلنا السؤال الذهبي، الحين جينا حق اول سؤال. اول سؤال، انا ما راح انفعكم بشيء، بينفعكم الله سبحانه ثم ابو حسن، انتم خلكم وياه. السؤال يقول انواع الزري، انواع الزري اعطونا كم نوع، كم نوع فيها ابو حسن؟ قول لي كم نوع بس لا تقول اساميهم. ايه في ثلاث انواع. ثلاث انواع من معاي. عبير، السلام عليك يا عبير. عليكم السلام ورحمه الله. عبير شلونك؟ الو، الحمد لله، الله يسلمك، اخباركم؟ من وين تكلميني يا عبير؟ من الريان. من الريان، الله يحييك ويحيي اهل الريان وهل مشاهدين قناه الريان كلهم. قولي لي انواع الزري، تعرفين نوع نوعين ثلاثه؟ في ثلاث انواع، انت قولي واحد منهم. والله لو يعطينا مساعده، والله لا ما في مساعده، اليوم البحر بارد وبنقط بحر. اول شيء انت قولي اللي عندك وبعدين احنا بنساعدك. الزري الالماني، الزري الالماني والهندي والفرنسي. الهندي عدل والفرنسي، والله ما شاء الله عليك. بعد تبي مساعده؟ ها ابو حسن. عدل عدل، هذا هم الماني وفرنسي. ما شاء الله عليك يا عبير، هذا انت قلتيهم كلهم، تستاهلين، والله يبارك لك 500 ريال والقلب داعي لك، الله يحفظك. هذه اول اجابه ما شاء الله عليها. احنا يا جماعه احنا ما نبغي نساعد، احنا نقول لكم انتم اللي بيتصل ياخذ في نفسه الثقه شوي، يعطي نفسه الثقه ويجاوب، وبعدين ما راح ينقط بحر، تاكدوا ما راح ينقط بحر، لازم نعطيه احتمال وفالكم طيب. من معاي؟ الخير. منى، السلام عليك. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير، شلونك؟ بخير الله يعافيك، اخبارك؟ احنا في محل الحواج طبعا، وما شاء الله لبشوت اشكال والوان، قولي لي نوع ولا نوعين من الخلق مال البشت، خلق البشوت شنو؟ ساعدوني شوي. لا بعد ما في مساعدة، أول شيء جاوبي، أعطني خيارات. والله خيارات عاد أنا ما عندي، عند بحسن. شنو أنواع الخلق بحسن؟ أنواع الخلق خيارات، قول لها خل تختار، بس قول لها شيئين غلط وواحد صح وخلت. زين نقول لها في نوع البني والنجفي. أيوة. والصيفي. بني ونجفي وصيفي، الله الشكل اللي واحد فيهم، الشكل اللي في النص. ها النجفي، النجفي عدل. ها عدل عدل عدل، انت تاشر؟ لا والله ابدا ابدا، هي ما شاء الله عليها المتصله، لا يقول انه صح وتستاهلين. النوع، نوع الخلق طبعا النجفي، هذه احنا الاجابه عرفناها من ابو حسن. الله يرحمه ويديك. هذه طبعا واحده منهم. ابو حسن انا لفت انظري، هذه البشت. نعم. شنو هذه؟ هذا نسائي مسوي. نسائي، هاي بشت نسائي. نعم نعم، الان الحمد لله قدرنا ندخل السوق الالكتروني مره ثانيه. هذا عبد الجواد؟ هذا جويد. جويد إيه؟ السلام عليكم، يعطيك العافيه جويد، ما شاء الله. رجعنا ايه، رجعنا البشت النسائي القديم، الدقات، العبايات القديمه اللي يسمونها الهيله والبخيه نسائيه. نعم نسائيه. ما شاء الله. الا مشجع سداوي بعد بياخذها بعدها شيء ثاني يعني، بس احنا شو يسمونها هذه، القماش نفسه نسائي، لان رجعنا العبايات القديمه
اللي يلسون الحريم، والحمد لله عليها الطلب الان ليالي الحنة وغيرها قاعدين يقبلون عليها ما شاء الله. اي نعم، اللي هي ام بخي حمراء والمكسر والهيله نسويها كامل. هذه اسئله يا ابو حسن، هذه اسئله خربنا عليك، ما نعطي غيرهم ولا يهمك نعطي غيرهم، بس لا بجد يعني رجعنا عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا عبد الرحمن، كيف الحال؟ الله يسلمك راح فيك اخباركم انتم. عبد الرحمن عندك بشت انت ولا ما عندك بشت؟ والله للحين مو معرس انا. ايه فالك طيب، تعال هني ولك 50% غير الجائزه اللي بتاخذها، ايش تبغي بعد؟ ابشر بسعدك. يقول لك للحين معرس. ابشر بشت علينا ابشر. عبد الرحمن للحين معرس وبشتك يا عبد الرحمن، تعال اخذها من هني ما ببلاش، لك خصم. لا ببلاش بس يجيب بطاقه خصم. الدعوه يجيب لنا بطاقه الدعوه انا وياك. لا ابو حسن ما فيها. ابشر هديه منا لك. لك خصم خاص على العموم. البشت النجفي صناعته الخيوط، ها الخيوط والخلق من شنو؟ هذا اللي ينصنع من شنو؟ مصنوع من شعر نوع من انواع الحيوانات الاليفه الله يعزكم. شنو يا عبد الرحمن؟ الخرفان. الجمل. الجمل ها؟ الجمل. الجمل شتوي هذا ما سمعك يا عبد الرحمن. شباب انكبوني عاد والله يا جماعه ترى ما سمع انا يقول شو يقول امر الخرفان عبد الرحمن من شعر. انزين اسمع 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 الاحتمالات وانت اختار واحد وركز على على شنو؟ على الاجابه. ايه انزين انزين من صوف الجمل. الجمل أو اللامة أو اللامة أو شعر الماعز. أو شعر الماعز. شوف ركز ترى على آخر شيء. ها يا عبد الرحمن الماعز. الماعز الماعز صح؟ أي نعم نعم صحيح. ها؟ نعم نعم والله أبو حسن أنت ما نبي حد تستاهل يا عبد الرحمن والله. يبارك لك إن شاء الله في الخمسمية ويبارك لك إن شاء الله في البشت والعرس. قول آمين. آمين آمين إن شاء الله. الله يجزاكم خير. الله يحفظك ويوفقك إن شاء الله. طبعا احنا مثل ما قلنا لكم ناخذ ونعطي. عبد ابو حسن بيض الله وجهكم وجهه قام باعاده صناعه العبي حق الحريم نفس العباه الاوليه. نعم صح. نعم زين. وهذه انواع منها. نعم. لكن احنا عندنا سؤال. اي شنو هاي؟ هذه هاي أنواع الدقة صعبة يا جماعة صعبة. السؤال هاي صعب. عملية عبد العزيز بنحاول وياك. عبد العزيز مرحبا يا ابو مبارك. الله يمسيك بالخير. شلونك؟ مساك الله بالنور والسرور. بخير يعلك بخير. شلونك انت طيب؟ عبد العزيز والله يا اخي انا الصراحه والله ما اعرفه، لكن السؤال شنو يا ابو حسن؟ معروفه دقق طريه معروفه. اي عاد شو اسمها؟ لها اسم. لا اسم. نعم زين. لمن ساعده عبد العزيز دقق طريه مكونه من الهيله. هاي الهيله مخصصه. لا تقول اسمها. هاي اسم. لا لا مو اسمها الحين. اسمها ما قلتها. زين اسال. قول السؤال شنو هذه؟ هاي الدقه القطريه شو اسمها؟ شو اسم الدقه هذه؟ الدقه القطريه. ها هذه هاي اسمها الهيله. دي اسمها الهيله. لا الهيله هاي في النص. احنا بها الدقه الكامله النكشه كامله. هاي النكشه كامله. ما في احتمالات مبارك. احد يوهقنا يا هو عليك. الاحتمال موجود. شنو الاحتمال؟ احتمالين. لا تعطيه ثلاثه. زين متوسع او منديلي؟ ها منديلي او متوسع؟ منديلي. منديلي او متوسع؟ او متوسع. ايه زين منديلي ولا متوسع؟ والله يا عبد الرحمن اني ما اعرفه. زين منديلي او متوسع؟ قول انت اي واحد. ما عليك لا تحاتي. ما في سباحات ولا شيء. لا حد يقطنا غبه يا ابو مبارك. منديلي. منديلي. زين شو يقول؟ انت شو تقول؟ هو شو يقول؟ هو يقول منديلي. نعم اشهد. ها؟ الدقه الاقطريه منديلي. نعم انت قلت منديلي؟ اي نعم قلت منديلي. الله يغفر لك ويبارك لك وتستاهل. تستاهل خير. كم فزنا؟ حتى فزنا بمبلغ زين. كم فزنا؟
لا لا ما عليك فالك طيب، وبعد بتلقى لك ان شاء الله تعال هني حق البشت، خذ لك بشت فالك طيب حلشت اياي. تستاهل إيه تستاهل والله يبارك لك ان شاء الله. هذه طبعا واحد من الاسئله اللي وهقني ابو حسن صادق. نبي سؤال من عندك بس سهل حق المشاهدين. سؤال الحين حق المشاهدين؟ اي سؤال بس يكون سهل يعني. الخيط اللي جاويد عبد الحميد هذه اللي طق فيها اللي طق فيها شنو ذي؟ مطرقه؟ اي نعم. لا احنا ما نبي المطرقه. انا ابي هذه شو يسمونها الكركوشه النازله هذه اللي نلصقها في البشت. اي شو نسميها هذه؟ شو يسمونها ذي؟ من اللي وياي؟ عليكم. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد، شلونك؟ الحمد لله بخير. هذه شو اسمها يا أم محمد؟ والله أنا برا ما أشوف التلفزيون. آه ما بالتلفزيون تقول لك؟ لا. أي ما تطالع التلفزيون. لا أم محمد معليه ما عندك مشكلة. إنزين الكركوش اللي في عبات الحريم شو يسمونها؟ يلا ما نبيك تشوفين اللي على جنب يا ام محمد. ها وين؟ على الكتف؟ على الكتف هذه ولا على الكتف ولا غيرها اللي تنزل هاي الكركوشه اللي تنزل موجوده في العباد طبعا اللي تنزل في البشت حتى هي ما تشوفها انت ما تشوفينها لكن ما عندك مشكله. على العموم ان احنا نقول لك محطوطه في البشت اللي على جنب. تبين احتمالات؟ اي نعم اعطني احتمالات. عطى احتمالات. نسميها كركوشة ولا قيطان ولا هيلة ولا هيلة؟ كركوشة ولا قيطان ولا قيطان؟ قيطان. تقول لك قيطان. عدل. عدل عدل عدل. نعم نعم قيطان. عدل عدل. تستاهلين يا ام محمد. عدل والله يبارك لك. ابو حسن غطى على ابو صقر. الله احنا جايبينه علشان يقط الجماعه بحر لكن ابدا ما نرضى ابدا. برد هي برد. زين كذي احنا كلهم ما شاء الله عليهم فازوا انت الكرامهم يستاهلون يا طويل العمر. على العموم يستاهلون. احنا موجودين معاكم وابو حسن بيكون وياي. بنطلع من محل الحواج بنروح محل ثاني يعجبكم ويعجبنا ان شاء الله وفالكم طيب. بعد هناك بحسن بيساعدكم بس هناك فقرة سريعة. الله يعينكم وخلكم جاهزين. احنا واصل صغير وراجعين لكم. خلكم ويانا. مشكور. حياكم الله مشاهدين ويا مرحبا بكم. والله اني متوهق وانا ماسك هذه الربابه. ابو حسن تعرف لها؟ لا والله ما تعرف تعزف عليها؟ لا والله بداك الشدف. زين مشاهدينا ما نبي نطول عليكم. فقره السؤال السريع مرت على الذبانه ما عندكم مشكله. وين اللي معاي؟ ام علي. ام علي السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك مبارك صحتك ام علي؟ الله يعينك. الله يعطيك الصحه والعافيه. شلونك؟ الله يرحم والديك. ام علي شوفي ترى هاي الفقره السريعه ها وتشوفي ايش ماسك انا ترى. ان شاء الله. شد حيلك. ان شاء الله. جاهزه؟ ان شاء الله. أول سؤال ب500 وبعدين 250 إلين آخر شيء وفالس طيب. لكن والله إن أخوك ما يعرف. أعرف إن هذه ربابة وأبو حسن بيرويني وأنا بايل أسلك. جاهزة؟ إن شاء الله. توكل على الله. هذه الربابة طبعا أول سؤال فيها هذه اللي في يدي. وشو في يدك الربابة؟ ها؟ هذه هاي اللي بيدي ها كاي يعني هذه ما ادري والله اكا ها معلي هذه
آلة الربابة. أيوة شو اسمها؟ الربابة. عصا الربابة. ها؟ عصا الربابة. شو اسمها؟ القوس. قوس الربابة. قوس الربابة 500 ريال يا أم علي تستاهلين. هذه أنا قدرت أساعدك فيها. اللي عقبه هذه الخيوط يا أم علي، ذيل حيوان أليف الله يعزك ويعز المشاهدين. هذه حيوان غزال. ذيل هاي ذيل شنو؟ هاي ذيل الحصان. بعادي 250 يا أم علي، كفو والله عليك. أم علي ركزي على هذه. ها أم علي هذه هاي شنو؟ هذه؟ ها أم علي هاي تيتون عليه شنو؟ ألو شنو يا أم علي؟ مفتاح أم علي هاي مو مفتاح لكن هاي يسمونه برغي على العموم. خلص الوقت يا أم علي، وخذتي 750 وسامحيني على القصور. السلام عليكم. عبد الرحمن معك. عليكم السلام. يا مرحبا يا عبد الرحمن، كيف الحال؟ كيف حالك؟ الله يرحم والديك ويسلمك. عبد الرحمن جاهز؟ معك جاهز. يلا 1 2 3. هذا شو اسمه في الربابة؟ هذا شو اسمه؟ هذا وين؟ هذا اللي في يدي. ها هكا يفتر. ها هذا اللي تيتون فيه مفتاح الربابة، اللي يزنوا فيها الربابة. ايه يسمونها البرغي صح؟ برغي توكل على الله، تستاهل والله يبارك لك. هذا زين، هذا العمود، هذا اللي هني شو اسمه؟ هذا العمود موازن الربابة، ميزان الربابة. عبد الرحمن والله إذا ميزان أنا ما أدري، لكن هذه له اسم عندي أنا ثاني. يقول ميزان، أنا ما أدري إن اسمه ميزان، له اسم ثاني عندي. يا عبد الرحمن تكفى جاوب بسرعة. العصا. ها يد الربابة. هذه يد الربابة غلط، هذه ما باليد. عبد الرحمن هذه الرقبة. احتمال. رقبة الربابة. رقبة الربابة، يعطيك العافية. تستاهل 500 يا عبد الرحمن، والله يبارك لك وكل عام وانت بخير. يا جماعة هاي كذي والله كذي يعزمون. أنا والله ما أعرف ليه الربابة يا جماعة، لا توهقون. ها كذي ثراي. شنك لازم تدوس فوق بعد؟ ها؟ شنك لازم تدوس فوق هني بعد؟ شلون بحزن؟ بعدي لازم تزخت كذي قال لك. من معاي؟ أم مبارك. نعم هلا مرحبا. فايزة تستاهلين. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. السؤال السريع يا أم مبارك، والله يخليك تكوني يعني مركزة وياي زين. ساعدتك الله يعطيك العافية. هذا فالش. طيب أنت بس جاوبي، هذا الجلد مال الربابة من شنو؟ مصنوع من جلد وشو؟ جلد يا الماعز يا الخروف. تستاهلين نعم جلد الماعز صح. هذا بالنسبة حق أول شيء. ها هذا اللي جدا اللي بيدي. ها وشو ذي؟ وينك؟ هذا سؤال سريع. جلد الماعز ولا جلد ثعلب؟ اي ثعل الله يطول عمرك. اي والله ما بحول الماعز. وين هاي ثعل؟ ثعل هاي ثعلب. ثعلب نعم. ها هذه وشي؟ ذيب. ثعلب. ها ثعلب الله يرحم والديك. احنا هنا الحين خلاص الثعلب جاوبت عليه. هذا حق
الحصان. اي وش عاد؟ المركابة حقت الحصان. المركابة. ايوه. تستاهلين، الله يبارك لك. وانت الحين انت فايزة معاي في 1000 ريال. 500 250 و250 صار المجموع 1000 ريال. تستاهلين والله يبارك لك يا جماعة. يا جماعة السرعة شوي، السرعة شوي. أنا أبغي اللي يتصل يكون سريع وياي وياخذ ويعطي. من معاي؟ نعم نعم. خلود خلود يقول أم مريم. خلود يقول ألو. سلام عليك. مرحبا. من معاي؟ عبد الله. أم عبد الله. عبد الله. نعم. الله يعطيك العافية أم عبد الله. كيف حالك؟ الله يعافيك. جاهزة؟ جاهزة الله يسلمك. توكل على الله يا ام عبد الله. هذا السؤال السريع، هذه الحديده حقت وش وش اسمها؟ هاي حق الخيل. اي نعم. شو اسمها؟ المرباب. الجام. والله عارفه حق الخيل بس ما اعرف اسمها. ايوه انت قلتي المربط. وين الجام؟ المربط. الجام. قولي الجام. الجام الجام. توكلي على الله. تستاهلين. ها هذا يا كاج جدا يا ام عبد الله. نعم. هذا وشو؟ هاي بعد حق الخيل. هذا وشو؟ شو اسمه عاد؟ هذا وشو؟ ها ينحط فيها كاج يسمونه الخري. خري. تستاهلين انت بس. خل خليك سريعة معاي وفالش. طيب هات هذا 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 شو اسمه؟ هذه ام عبد الله. والله والله تعبت يا ام عبد الله. قولي حق الناقة. هذه يحطوا فوق الناقة يحطون الهولاني. مالت الناقة يحطونه فوق الناقة. هذه هذه هولاني. الله يطول لي عمرك. هودج وش يسمون حق الناقة؟ ما هو بهودج. لا ما بهودج. أم عبد الله أنت فزتي معاي ب 750. والله يبارك لك وتستاهلين. تستاهلين أم عبد الله. تستاهلين يا جماعة. الله يسلمك فوق الصف. الله يرحم والديك ويحفظك. والدينا والديك الله يسلمك. أعطوني هي. أنا أبي أجهز أسئلة لكن ما أبي في نفس الوقت أن تكون الأسئلة صعبة على مشاهدينا. طبعاً الأسئلة كلها سهلة وسريعة. إحنا جبناها وجهزناها لكم. ما نبقي. هذه وشو؟ أم ماجد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك أم ماجد. شلونك؟ بخير الله يسلمك. جاهزة؟ إن شاء الله. اللي ينحط على المطية الكبير شو يسمونه؟ شو الكبير المسكر؟ ها اللي يدشون داخله الحريم مسكر عليهم يسمونه الهودج. هودج. تستاهلين. ايوه انزين. ايوه صح. مبروك عليك. هذه اول واحد. السؤال اللي عقبه اللي ينحط على الحصان وش اسمه؟ هذه كا ها هذه هو السرج. ها السرج. السرج صح؟ ايوه ايوه. هذه شنو؟ السرج. هذه هذه الاسود تقصد؟
يعني ما تمشي يعني ما زين تومته. الفرو كافيه. ايوه هذه هاي الفرو شو اسمه مال شنو؟ مال ايش؟ ينحط على ال مال شنو مال شنو مال شنو مال عنز مال خروف مال ها؟ مال خروف. الخروف مال الخروف نعم تستاهلين تستاهلين الله يبارك لك. احنا يا جماعه 1000 ريال طبعا اول واحد ب 500 والثاني 250 والثالث ب 250. هذه اسئلتنا يا جماعه اسئله سهله بس يبي لها تركيز شوي. احنا الحين جالسين ناخذ نعطي وياكم. أنا جبت بحسن وياي عشان يساعدني من مساعة ساكت ما جاوبت له. ما شاء الله ما قصرت أنت معاهم يا طويل العمر. زين ما ياك سؤال ترى أنا تعبت قمت أشيل الأشياء كلها خلصت خربت الديكور مال المحل خلصت الأسئلة كلها يا طويل العمر. لكن على العموم عندي سؤال بسيط. هذه السؤال طبعا 500 أسئلتنا السريعة خلصت. الله يأذي هالذبان اللي أذت بحسن وأذتني. العموم هذه اللي موجودة في يدي وشي رحمة ألو السلام عليكم. عليكم السلام مساك الله بالخير. مرحبتين يا رحمة شلونك؟ بخير الله يعافيك. شنو اللي بيدي؟ والله سؤال سهل صح؟ خزرانة. خزرانة أنا قلت والله سؤال سهل كنت بعطيك احتمالات تستاهلين الله يبارك لك. هاي طبعا سؤال عادي ب 500 ريال. أنا ما أحب الخزران. إيه ما أحبه. ذكريات سيئة لها ذكريات. إيه ذكريات ذكريات سيئة يا أبو حسن. إيه. لكن الحمد لله علمتنا. إيه نعم وربتنا. نعم طلعت العيون. نعم نعم وحزن تبيض الله وياك ما قصرت الله يرحم والديك. احنا جبناك هني صادق لكن لك مجال لك هوايه في التراث اكيد تحب هالاشياء ولا بس ما شاء الله عليك مكيف نفسك حق البشوت؟ لا بشوت بس حتى الاشياء الثانيه خصوصا احنا من انا من الجيل اللي لحقت على القديم ولحقت على الجديد يعني احنا اعتبر نفسي يعني محظوظ تربط بين الماضي والحاضر. احنا مخضرمين يعني مثلك شرواك يعني نستانس نستانس بالاشياء القديمه الاشياء هذه ونحاول نعلمها حق عيالنا اجيالنا. اي نعم يعني لو بتقول لهم الحين خيزرانه مدرسه يقول لك وين المدرسه ما فيها الايام لكن على ايامنا لا كان في خيزرانه. اوه عدل؟ يا ما خيزرين تقطعت لين الواجب غصب لا تخاف من الخيزرانة لكن الأيام ما قد استخدمت بالتراث يعني صارت الحمد لله يعني ما شاء الله عليك أنت. هذه الهواية اللي احنا تكلمنا عنها مال تبشوت وبعدين ينا هني علشان نشوف هاي الأشياء اللي موجودة المحل يا جماعة. ما شاء الله فيه أشكال وألوان فيه أشياء وايد وخاصة صناعة هذه الربابة بس مع الأسف أني ما أعرف أعزف عليها واللي كان موجود هني الله يعطي العافية ما شاء الله عليه يعزف كم مقطوعة أشكال وألوان لكن إحنا ما عندنا مشكلة ناخذ ونعطي وبعد إحنا جاهزين. ناخذ اتصال من معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ يعطيك العافية أخوي سعيدة. سعيدة هلا مرحبا. قولي آمين قولي آمين. آمين آمين إن شاء الله تتمين طول عمرك سعيدة إن شاء الله بإذن الله. عندك سؤال أبو حسن حق سعيدة؟ والله هذه الأدوات المستخدمة الحين في التصنيع هذه انكسرت الربابة يا سعيدة لكن معليش هذه أشياء تستخدم في التصنيع هذه يزينون فيها الربابة هاي شنو سعيدة؟ والله سؤال سهل عند ابو حسن ان شاء الله. شنو هاي؟ وش هاي؟ ها؟ اكا بين يزينون في الربابه وش ذي؟ وش ذي؟ هاي دبابيس؟ اعطيك احتمال؟ اعطي احتمالات هي دبابيس بس اعطي احتمالات دبوس؟ دبوس ولا دبابيس؟ دبوس هو دبابيس.
عايش لا تبين احتمال تستاهلين الله يبارك لك رابح بالأخير هذه الله يعطيك العافية هذه 500 هذه الساعة 500 طبعا تستاهلينها احنا نشفنا ريج أبو حسن خل ناخذ فاصل صغير ربي أشرب بس ماي وبرجع لكم لا تروحون بعيد خلكم ويانا إن شاء الله حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم طبعا وصلنا حق آخر فقرة وهي السؤال الذهبي وبعد لا تنسون العكس العكس كلنا ينطرى أنت عكست ولا ما عكست أبو حسن عكست لا عكست زين السؤال الذهبي الإجابة أنطرها منكم والسؤال الذهبي طبعا اللي احنا قلناه في بداية الحلقة كم مرحلة يمر بها صناعة البشت كم مرحلة يمر بها طبعا ما شاء الله عليكم أنا متوقع ومتأكد أنكم عرفتوا فأنطر الإجابة منكم ناصر ناصر ألو السلام عليك يا ناصر الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال؟ الله يرحم والديك عطني الإجابة على السؤال الذهبي يا ناصر شو يقول كم مرحلة ناصر الله يطول لي عمرك يا سالفة البشتة أخوك أنا ما لحقت عليها بس بعطيك احتمالات ما عندي زين أنا حين أقول لك كم مرحلة يمر عليها صناعة البشت كم مرحلة تقريبا ثلاث مراحل تقريبا ثلاث مراحل الله يعطيك العافية طبعا غلط الله يحفظك يا ناصر بحر اللي بعده السؤال ذهبي يا جماعة ما في احتمالات عفرة السلام عليكم عليكم السلام يا عفرة كم مرحلة قولي لي صناعة البشت زيادة ولا أطلع فوق شوي لا طلعي فوق يلا توكل على الله بس بسرعة يعني بين العشرة بمبارك لا لا مو بعشرة الله يطول عمرك لا 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 بين العشرة أقول أي بين العشرة وكم بين الخمسة الله يحفظك الله يحفظك أربعة على العموم اللي بعده يا جماعة اللي بعده يا جماعة بين لا حد يروح من العشرة تحت تحت لا حد يروح كم مرحلة هي لا تقول بس كم مرحلة هي يعني ما بين الأربعة والثمانية قللها بين الأربعة والثمانية وين اللي وياي أم غانم سلام عليك أم غانم يا جماعة وينها ها معاك أنا على الخط ها يا أم غانم كم مرحلة يمر عليها صناعة البشت؟ زين ما في احتمالات مبارك. قال الحين بين قال بين الثمانية والأربعة. بين الثمانية والأربعة؟ إيه. ست. يلا قولي لي. ست. قولي لي الرقم كم؟ ستة أقول. ستة صح تستاهلين الله يبارك لك مبروكين هذه 1500 ربحت فيها وهذه طبعا والله يا جماعة لو طاقين على هاي بتعرفون صناعة العموم السؤال الذهبي تستاهلين الله يبارك لك هذه ست مراحل يمر عليها لو عندنا وقت كان رويناكم الحين فقرة العكس وأبغي أشوف اللي فايز ويانا يا جماعة هذا اللي حطيناه هذه الصورة اللي تشوفونها مشاهدينا على الشاشة والله قبل البرنامج عرضناها ولسنا نطالعها ما شاء الله صراحة حلوة وعجبتنا وعجبت اللجنة وعجبت كل اللي طلعوه وإحنا نقول حق اللي صور أبو عوف
تستاهل الجائزة، الله يبارك لك، وصراحة صورة حلوة وفالك البيرق. كل اللي نقوله حق مشاهدينا لا تنسون هاشتاق برنامج سوق واقف، صوروا في برنامج فقرة عكس وطرشوا لنا أي صورة، صوروا بحسن وهو يسوي بشوت وطرشوها يفوزون. إن شاء الله إن شاء الله والله بحسن. أنا طبعا أقول لك بيض الله وجهك مقصر، كلمة حق مشاهدينك قبل لا نودع. والله أشكركم، وأتمنى أن اليوم قدرنا نستعرض معاكم البشوت، ونتمنى المحافظة على التراث تساعدونا على المحافظة على هالموروث الشعبي، والبشوت هذه يعني صناعة قطرية ودنا أن نخدمها ودنا نشارك فيها أكثر. بيض الله وجهكم مقصر، كفيت ووفيت. سجلنا إحنا مشاهدينا كنا ويا أبو حسن في برنامج سريع، وهذه ميزة برنامجنا السريع وخفيف وسهلة، ناخذ ونعطي، ما ودنا نقطع حد بحر، لكن قصبا علينا. كل اللي أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الوعد، اليوم علي أيه، أن الله يجعلنا من الحيين، والله يحفظكم.